أولادهم وهم على قيد الحياة، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا كان المقصود بالتوجيع هو الهبة والعطية فهذا له حكمه، وإذا كان المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول وقته فهذا له حكم آخر. ثم لكل من الحكمين قسمة تخالف القسمة قسمة الحكم الآخر. إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال أولاده فهنا يأتي قول عليه السلام اعدلوا بين أولادكم، فيجب أن يسوي ها هنا بين الذكر والأنثى. أما إذا كان المقصود هو قسمة الأرض فهذا سابق لأوانه أولا، ثم هو قد يوجد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم، وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث هذا.